قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين اخرج الامام البيهقي في شعب الايمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الروح الامين نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصي الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته الرزاق اسم من اسماء الله تعالى وهو صيغه مبالغه من الرازق الذي يسوق نحوك الرزق في عسرك ويسرك وقوتك وضعفك وغناك وفقرك والرزاق والرازق من صفات الله تعالى لانه يرزق الخلق اجمعين من كان منهم مبينا ومن كان منهم اعجميا لا يبين وهو الذي خلق الارزاق واعطى الخلائق ارزاقها واوصلها اليهم والرزق انواع فالمال رزق والصحه رزق والعلم رزق وطاعه الله رزق والحكمه وحسن التصرف رزق والزوجه الصالحه رزق والعمل الصالح والاولاد النجباء رزق والسمعة الحسنة رزق ومحبة الناس لك رزق في دمشق رجل رزقه الله تعالى ستة عشر ابنا ما بين طبيب وصيدلاني ومهندس وخريج كلية اقتصاد وخريجات أوائل في كلية الشريعة وكلهم الاولاد السته عشر يحفظون القران الكريم اوليس هذا رزقا قال الامام الغزالي الرزق رزقان ظاهر للابدان وهو الاطعمه والاقوات وباطن للقلوب والاسرار وهو المعارف والمكاشفات وهذا اشرف القوتين لان ثمرته حياه الابد بينما ثمره الرزق الظاهر حياه الجسد الى مده محدوده والله عز وجل هو المتولي لخلق الرزقين وهو المتفضل بالايصال الى الفريقين ولكنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر